ما عجباتكش كاينه حاجه اللي غضباتك هنا انت تجي تعبر على هذاك الغضب بنبره تحس كما قال لي تعبر تطلع تختلف على النبره العاديه ايضا انك انت تحط حد تقول مثلا انا هذا الامر ما يعجبنيش نحبك اختارها تنتبهي لها ولا قال انا يا هذا الامر غير مقبول ما نزيدش نتلقى امور كما هذه ولا فهمتني شنو نقول لك تعبر عليه هذا ما يتسمىش صد لا مش صد ماشي صد هذا اوكي لا انه الانسان يعبر على الغضب تاعو مطلوب بصح الطريقه اللي نعبر عليها بتكون وحشيه غير مقبوله هذا فرق بين الانسان ايجابي فهمتني عنده الغضب ويعبر عليه باسكو الناس دي فوا تقول لك انا ايجابي يعني لازم انا نتغاضى على الامور لا مطلوب منك انت تاخذ موقف ما تمثلش الايجابيه الا انت ما قدرتش تكون ايجابي خليك سلبي حتى تتعلم كما قال بالم وي بيان سور باسكو الانسان اللي يمثل الايجابيه والمثاليه تلقاه بزاف هو كالم بزاف شغل المبدا تاعو بزاف كوريكت الفكر تاعو بزاف كوريكت اللبس تاعو بزاف كوريكت هذا انسان عندوش توازن لا الانسان الايجابي متوازن يعرف فيوق يستعمل كما قال المشاعر تاعو السلبيه باش يحمي نفسه لما مطلوب منك انك تخاف قدامك اسد ما تقوليش ما نخافش هنا خاف صح ولا لا لا هنا لازم تعبر على الخوف تاعك ما تقوليش انا ما نخافش لا احنا ما نهضروش هنا نهضروا على الخوف هذاك السلبي اللي ماشي مليح لواحد لا